والآن ليتفضل سيادة مستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيد المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الموقر، الأخوات والإخوة أعضاء المجلس المحترمين، ونحن في مستهل أعمال آخر أدوار الانعقاد للفصل التشريعي الثاني وتحت قبة المجلس الموقر الذي يحتضن آمال وطموحات شعب مصر العظيم، اسمحوا لي أن أعبر لكم جميعاً أغلبية ومعارضة ومستقلين عن مشاعر الامتنان والاعتزاز والعرفان، وأن أنقل لكم جميعاً تقدير واحترام دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة لمجلسكم الموقر. إننا نبدأ وبتوفيق من الله أعمال هذا الدور في شهر العبور العظيم، لنعبر بمصر إلى آفاق أوسع وأرحب، ملتمسين من الله عز وجل العون والبصيرة. وأحسب أنكم تتفقون معي أن هذا يفرض علينا تحدياً أكبر في العمل على تسليح الأمة بآليات التعامل مع عصرنا الجديد على النحو الذي يكفل لها مكانة تليق بتراثها الحضاري وبقدرات شعبها العريق. معالي السيد المستشار الجليل الدكتور رئيس المجلس الموقر، الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمين، أقف اليوم تحت قبة البرلمان المصري بتاريخه العريق بعد أن تشرفت بتكليفي من القيادة السياسية وزيراً للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقد تشرفت من قبل بخدمة هذه القاعة وأعضائها، وأعلم متطلباتها وآليات العمل بها وفق التقاليد البرلمانية الراسخة والعريقة. وأقولها بيقين أن مجلسكم الموقر بقيادة الربان الماهر العالم الجليل المستشار الدكتور حنفي جبالي وأقولها بيقين أن مجلسكم الموقر بقيادة الربان الماهر العالم الجليل المستشار الدكتور حنفي جبالي الشريك الرئيس في صياغة المنظومة التشريعية بما تستلزمه من ممارسة لمختلف الصلاحيات لضبط إيقاع هذه المنظومة ووزنها بميزان العدل والدستور. وأسجل هنا بكثير من الفخر لمجلسكم الموقر أنه أنجز العديد من التشريعات المهمة والضرورية لمسيرة الوطن، أنجزها بكثير من الحكمة والتؤدة والانضباط، فلكم جميعاً كل الشكر والتقدير. وأؤكد لحضراتكم أن الحكومة من جانبها منفتحة على حضراتكم، معززة لأسس التعاون الوثيق مع المجلس الموقر من أجل أن ينعكس مردود هذا على حياة المواطن وجسر الهوة للمشاكل والقضايا التي طال انتظار حسمها، وتلك مسؤوليتنا جميعاً. كما تؤمن الحكومة بالمصارحة والالتزام بالحقيقة إطاراً لعملها، كما تؤمن بأن الأدوات الرقابية البرلمانية الموجهة للحكومة هي وسيلة لا غنى عنها تمكن الحكومة قبل البرلمان من التعرف على ما يواجه الشعب من مشكلات وعقبات والعمل على تدليلها، ذلك أن قوة البرلمان هي قوة لشعب مصر ودعم لحكومته التي تحظى بثقتكم. معالي المستشار الجليل رئيس المجلس، الأخوات والإخوة نواب الشعب المحترمين، لعلكم تتفقون معي أن أمام مجلسكم الموقر أجندة تشريعية مهمة للغاية تحتاجها المرحلة المتبقية من هذا الفصل التشريعي،
روعي في إعدادها وترتيب أولوياتها المشروعات التي تأتي تنفيذاً لاستحقاقات دستورية ولتكليفات رئاسية، وتلك التي تشترك أكثر من وزارة أو جهة في أولوياتها لتنفيذ برنامج الحكومة الحائز على ثقة مجلسكم الموقر. يأتي منها مشروعات قوانين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة بالحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن، مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يمثل حاجة ماسة للدولة في ظل ما اتخذته من خطوات مهمة في ملف حقوق الإنسان بما اشتمل عليه من ضمانات متعددة للحقوق والحريات، والذي كان ثمرة يانعة من ثمرات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني وتوصياته، وبدعم من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صانع نهضتها، الذي حرص دائماً على الاستجابة لمتطلبات الدستور وإعمال مخرجات هذا الحوار طالما وضعت على أجندته وتم التوافق عليها. إن الخطة التشريعية التي تسعى الحكومة لإنجازها بالتعاون المأمول مع مجلسكم الموقر قوامها بناء الإنسان والنهوض بالاقتصاد، وإعطاء المواطن المصري الأمل في إصلاح مستدام يعود عليه وعلى أبنائه بالخير والعيش الكريم في ظل تحديات كما أشار لها دولة الرئيس لا تخفى على علم ومتابعة حضراتكم، لكننا واثقون من أصالة الشعب المصري وحسن إدراكه للتحديات الخطيرة من حوله، والتي نقول دون مبالغة أنها تحديات كما وصفت غير مسبوقة. معالي رئيس المجلس الموقر، الإخوة والأخوات نواب الشعب المحترمين، إن بابي وأبواب زملائي من الوزراء سيكون مشرعاً لاستقبالكم دائماً، وسنقدم في وزارتنا كل الدعم للجان النوعية للمجلس، وسنعطي لتنفيذ توصياتها الأولوية بالتنسيق مع كافة الوزراء لسرعة الإفادة والإجابة، لتتمكن لجان المجلس من مباشرة اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة، وسأعمل ما وسعني الجهد لإيجاد الوسيلة المناسبة التي تحقق للسادة النواب التواصل المنتج مع السادة الوزراء لتذليل أي عقبات تواجههم وتقف عثرة نحو تحقيق مصالح ناخبيهم بما يرفع عن كاهلهم أي عنة أو مشقة، وذلك وفق جدول زمني متفق عليه. وفق الله مسيرتكم وبارك أعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وصدق الله العظيم إذ قال: فإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لسيادة المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على كلمته المقدرة، والتي تعبر بصدق عن العلاقة الوثيقة بين الحكومة ومجلسكم الموقر في سبيل إعلاء مصلحة الوطن العليا، كل حسب دوره الدستوري.